ذات المهارة العالية الضرورية للتنمية والتطور الدائم. بدائل للاقتصاد المبني خاصة على المحروقات، وهي كما تعرفوا الفلاحة والأغرو أليمونتير، الصناعة بمختلف الميادين الصناعية وكذلك السياحة. لكن نوصيكم دائما على الميكانيك، على الاندستري ميتاليك، على الاخر. نظن بلي حتى واحد ما يكذبنا كي نقولوا بلي قسنطينة هي توت ان بول اندستريال دون سو دومين، ولازم نتعاملوا معاه ونطوروا علاقتنا مع هذا الشريك الاقتصادي اللي هما المؤسسات الاقتصادية بالحقيقة، مكمل للمجهود اللي تقوم به المؤسسات العمومية. ولكن 18 مؤسسة خاصة تستقطب فقط 1400 مسجل، لازم المجهود يكون أكثر والتأطير حنا نأطرهم. أكيد معك. لازم القطاع العام هو اللي يشجعهم ويجعلهم يعني يدخلوا أكثر في هذا الميدان التكويني.